ليت شاريه أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى وين انت ابو ظالم ابي رضوى ام غيرها ابي رضوى او غيرها ام ذي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا اخرى فدوة محلفك باسم العباس ابو فاضل خليك وي صاحب الزمان شوية فكر بي شوفه وين ويلي دنك قلت خليك وي امامك الغريب ليت شاري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ترى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا ندوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى يا صاحب الزمان يا زمان يا صاحب الزمان ويلي انت وين يا ابن الزمان عزيز علي ان تحيط بدوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى أين معز الأولياء أين معز أين معز أتويما ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين معز الأولياء أنت قول من قلبك قولها أين
علي أين محسن أين ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي مديك أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأول أين السبب المتصل بين الأرض والسماء يا صاحب الزمان يلمنك تخاف القاع شن عماتك بديوان أين السبب تصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتولين